جميل. في شك ان قضية التصرف من التعليم من اهم القضايا اللي بتشغلنا، لان شوفوا احنا كنا بنتكلم عن الدجل والشعوذة والخرافات، هنواجه ده بالتعليم. التعليم في نسبة التصرف من التعليم كبيرة جدا في مصر، وعائلات كتيرة ما بتوديش ولادها المدارس، واذا وديتهم بتمشي بتطلعهم منها بعد سنة بعد اتنين. ده كمان مش ممكن يخلينا نتقدم إلى الأمام بهذا الشكل. طب نواجه ده إزاي؟ في حلول مختلفة، لكن البعض قال لا، نبتدي نشوف حلول مرتبطة بالعقاب يعني للعائلات. الأستاذة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب. أستاذة ماجدة أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. خليني اقدم كمان الاستاذه غاده عجمي، عضو مجلس النواب. استاذه غاده اهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. استاذ فايز بركات، عضو مجلس النواب. استاذ فايز اهلا بيك. أهلا بحضرتك. استاذه ماجده، حضرتك يعني لسه يعني بتعملي صياغه لمشروع قانون يتعلق ب نوع من العقاب يعني للعائلات اللي بتسمح بتسرب ابنائها من التعليم، ازاي هيتم ده؟ هو الحقيقة القانون اللي أنا بأعده حاليا عقوبات للأسر وبجانب الحوافز لنفس للأسر برضو منعا للتسرب. طبعا العقوبات مش هتبقى دي أولا فئة فقيرة، وسبب التسرب أصلا ضيق المال وعدم قدرتهم على أنهم يصرفوا عليهم في المدارس. مش هيكون بغرامة ولا بسجن ولا بحاجات زي كده، ولكن هنشوف إيه الحاجات الماسة ليهم. يعني طبعا دي بتبقى في اللوائح التنفيذيه، ولكن على سبيل المثال ممكن مثلا الدعم الخاص ب في التموين في حاجات اللي هي بتمسهم، ممكن مثلا حرمانهم لفتره معينه اذا ما دخلوش اولادهم. برضو في حاجات تانية كتير ممكن نفكر فيها بالنسبه للعقوبات، ولكن ايضا الحوافز. الحوافز بمعنى ان لا، العقوبات ايه اللي ممكن نعاقب الأسرة؟ ما انا بقول لحضرتك يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني ممكن حرمانهم من حصة التموين الخاصة بأحد أفراد الأسرة لفترة معينة، وطبعا دي اعتمادهم الشديد على حاجة زي كده هتؤثر فيهم. بس اذا كان هو بيطلع ابنه من مدرسه او بنته لاسباب اقتصاديه، فاقوم انا اطحنه اقتصاديا، عاقبه اقتصاديا. ما عشان كده انا ما بحط، المفروض ما يبقاش في غرامه مثلا لانه مش هيقدر عليها، يبقى مش هعمل حاجه. طب ما هو التموين ده هو حياته يعني. ما انا بقول لحضرتك جزء منه لفتره معينه، لو هو عرف ان هو هيحرم منها اكيد برضو ده هيبقى له تاثير عليه، وان هو يوديه المدارس. والحقيقه ما هوش برضه، لا اصل مش 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 عايز استاذه ماجده يعني، جايز حضرتك يعني ممكن تكون ازازه الزيت أيوة. وكيس الرز والسكر أنا اللي بياخده ده يعني بيعيش عليه، فيعني لما انا أيوة. وممكن هو طلع ابنه من التصرب من التعليم لاسباب اقتصاديه عشان الواد يروح يشتغل في ورشه فعلا لاسباب اقتصاديه، ولكن يروح يشتغل لما في الورشه هيحرم وبتاع. منها هيوديه المدارس، بالإضافة إلى أن هو لو أي الأسر اللي هتعلم أولادها كلها المفروض يبقى لها حوافز واستمرارية، حافز ليها بأن هي نعطيهم دعم مادي، يبقى فيه مكافآت. أصل البعض العملية بالنسبة له مش اختيارية أو الغالبية العظمى، وهل أنا كده بواجه تصرف من التعليم؟ طب أنا أواجهه بال لا فندم، مش أواجهه بالتوعية وإقناع العائلات. حضرتك ده جانب التوعية، ده ما هو ده موجود وكل حاجة، ومع ذلك بيحصل تسريب، ولكن ده جزء. لكن ايضا ان احنا لو المشروعات الصغيره اللي في القرى اللي احنا بننادي بيها يبقى شرط اساسي أو كمان ان في او كمان ان في جمعيات ما هو وهنا الحكومه تقوم بدورها كمان في انها تزيل الاعباء الماديه عن العائلات اللي هي يعني بتطلع اولادها من التعليم لاسباب اقتصاديه، فنشوفهم كده ونحاول الحكومه والمجتمع يساعدهم. موضوع يعني محو الاميه ده بيشترك فيه جهات كثيره جدا برضو زي ما بقول لحضرتك. لا انا ما بتكلمش في محو الاميه، انا بتكلم في اللي لا التسريب ومحو الاميه الاثنين، التسريب ومحو الاميه. حضرتك لو اي مشروعات صغيره ارتبطت
بان اللي يتعينوا فيها اميين ولا بد فتره تدريبيه ويبقى في رقابه في النقطه دي، فتره تدريبيه لتمحو الاميات او اللي هم متسربين يحصلوا على شهادات لمحو الاميه بس بجد، ما هياش زي الحاجات السوريه اللي بتحصل. يبقى اي مشروع لابد ان هو ياخد من هذه الفئه ويمحو اميتهم. يعني هي العمليه ان هو في كذا محور ممكن يتم التغلب من خلاله على هذه النقطه، بجانب طيب. المجتمع المدني، بجانب اصلا في هيئات، هيئه في وزاره التربيه والتعليم خاصه بتعليم الكبار والتسريب من التعليم ومحو الاميه. كل ده يعاد بس التخطيط بتاعه والرقابه الشديده عليه، وما تبقاش عمليه سوريه زي ما هي موجوده حاليا. طيب استاذ فايز، هل المنهج العقابي ده موافق عليه استاذ فايز؟ والله اولا مساء الخير، والدكتوره ماجده نصر زميله فاضله، والاستاذه غاده برضه زميله فاضله، ولكن انا هقول وجهه نظري في الموضوع ده بالذات. اولا احنا بالنسبه للتسريب مفيش اب ولا ام ولا اسره بترفض تعليم اولادها. اي اب حتى لو كان فقير او ام فقيره بتحاول تخلي اولادها يروحوا المدرسه كتعويض مستقبلا للحاله اللي هي فيها. ولكن لو جينا نبص للناس اللي بتتصرف بالتعليم زي ما قالت الدكتوره ماجده، كلهم فقراء، غالبيتهم فقراء، والاولاد بتسيب المدرسه علشان تساعد اهاليها، ساعات بيكون برغبه الاولاد وساعات بيكون برغبه الاسر نفسها، الاهل نفسها، يطلع الولد او من المدرسه عشان يساعده في السن الصغيره دي. في الحاله ديت لما اجي اعاقبه زي حضرتك ما قلت بازاز الزيت او السكر لمده شهر او كذا او كذا، ده مش هيبقى مظبوط، لان انا بضغط عليه اكتر ما هو مضغوط. بضغط عليه اكتر. طيب. ولكن هو المفروض الاتي، المفروض الاتي عشان امنع التسريب، بدل ما ادي عقاب ادي منحه. طبعا تكافؤ، طبعا انا كنت معتقد انه يعني يبقى التفكير كيف يمكن ان نمد اليهم ايادي العون ونساعدهم علشان ما يحصلش تسرب من التعليم، ازاي يمكن ان احنا حتى البعض يعني يمكن أن يتكفل بتعليم البعض، يعني المجتمع المدني حتى يبقى مهتم بهذه القضية والحكومة مهتمة بهذه القضية، من منطق بمنهج الإنقاذ وليس العقاب. يعني في نقطة بقى تانية، تكافل الكرامة بيدي 60 جنيه و 80 جنيه و 100 جنيه طول، ده اسمها منحة مشروطة أو مساعدة مشروطة، بأن الواد يروح المدرسة وبناء عليه الطالب بيجيب شهادة من المدرسة، والدته او بتصرف ال 80 جنيه او بعادتهم على حسب ما هو موجود. ال 80 جنيه في الشهر مش كفايه، وال 60 جنيه في الشهر مش كفايه لمصروف واد، لا ما يعملوش حاجه. ما يعملوش حاجه، المفروض نساعد بمبلغ اكتر، واللي يبقى محفز، وفي الوقت نفسه بقدر اشيله لو الطالب ما راحش. طيب بشكرك استاذه فايزه، يعني هنا استاذ فايز انا بشكرك الف شكر. و أستاذة غادة عجمي، ليه متحمسة للمنهج العقابي؟ اتفضلي. أنا مش متحمسة للمنهج العقابي، لأني هقول لحضرتك حاجة، قد في أوروبا اللي بيعامل طفله غلط بياخد عقاب، إن بيتسحب الطفل منه، لأن عندهم منشآت وعندهم رعاية يقدروا إن هم يعتنوا بالطفل، حتى لو أنت يعني مديت إيدك على طفل أو زعقت له فبيقول لك أنت مش من حقك إنك أنت تعمل كده مع الطفل، احنا هناخده ونربيه ونأهله. بينما احنا ما عندناش الكلام ده، مش الفقر على فكرة الحاجة الوحيدة اللي بيخليهم يطلعوا من التعليم. يعني انا كان عندي جواب وكنت بساعد ماديا ابنه لحد ستة ابتدائي، الولد طلع قال انا ما بروحش مدرسة وابويا بياخد الفلوس وبيصرفها وما بيودنيش مدرسة، مع ان انا كنت متكفلة بالفلوس كاملة. العقاب لازم يكون موجود، ليه؟ لان فيهم بيستخدموا الاطفال في الخلفة، بيتجوز اثنين وثلاثة علشان يسرحهم بقى، يشحطوا يجيبوا له ما اعرفش بتاع منين، وده طبعا مش بس أدمية. مش هتتهم العائلات، يعني مش هتتهم العائلات في كده كلها كده، يعني في كتير، مش كل انا مش عائلات، يعني انا مش هعمل قانون علشان في ناس بتستخدم اطفالها معلش، في التسول. بس لازم يبقى انت جبت طفل تكون مسؤول عنه قدام ربنا، لان الطفل ده لو ما تاهلش علميا. بس انا عايز اقول لك ان النسبه الاكبر من التصرف في التعليم ان الاب بيبقى عاوز الولد او البنت ينفقوا عليه، بيشغله في ورشه من وهو صغير، بيشغله في اي حاجه، يعني هتلاقي معظم الحالات لاسباب اقتصاديه.
والله يا فندم صدقني مش معظم الحالات، صدقني هي التوعية بس لابد فيها زي ما الدكتورة قالت عقاب. ممكن نشوف ايه العقاب اللي ممكن طيب بس مش هاخد منه ازازة الزيت والسكر، ازازة لا لا الزيت مش زيت وسكر، في حاجات تانية. هي قالت مش على الحصر، هي قالت ان في عقاب، العقاب ده المفروض ان احنا طيب نوجد عقاب لولي الامر اللي يلتزم بالرعاية. الرعاية التعليم ده طبعا من الرعاية الاساسية يا فندم. ده مع انه هو هتلاقيه هو قاعد كده يقول لك لا ده اللي يستحق العقاب الحكومة اللي سايباني والمجتمع اللي هو سايبني. الحكومة قالت له جيب عيل من واثنين وثلاثة واربعة حضرتك ويسيبهم بقى كده طلقاء، والحكومة يعني تصرف على ايه وعلى مش لا لازم يبقى فيه ما هو ما يهمش في التعليم. لو انا عايز ان العائلات الفقيرة ما اربطش التعليم بالعامل الاقتصادي، لا هي مسؤولية حكومة ومسؤولية مجتمع كمان يعني. مسؤولية حكومة، بس بيوفر فيه مجانية في التعليم، بيدفع مبلغ بسيط وممكن بشكر بيجيب استثناء بشهادة أو بأي حاجة ممكن بش الجمعيات بش الخيرية يصرفوا عليه. بشكركم جميعا ألف شكر. هطلع فاصل عشان نناقش قضيتنا وهنشرك المشاهدين فيها، لأنها قضية كمان متعلقة بأوضاعنا المعيشية والاقتصادية. طيب الناس بيتكلموا عن في مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصري، نعم. طب بس المواطن هو سؤاله الأساسي متى ينعكس ذلك عليا؟ هينعكس إمتى وإزاي؟ ده السؤال اللي احنا هنسأله بعد